السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمار عبد العزيز من قناة عملاق العاب. النهاردة هنختم الحلقة التانية من لعبة ديد سبيس الجزء التاني. نبدأ الحلقة وبسم الله ونشوف هنعمل ايه. ما بلعبش بشفرة، سمح الله، الشفرة اللي بتلعب بيه. تسجيل Thank you.
يا ابن ال... ايوه بلاي ستيشن. تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن انت ده انت جبت لي القناه وقطعت. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه نطط ماريو انت؟ بسم الله حرام عليك الراجل يعني بسحب اطفال الكترونيات. اه يا بابات انت ايه الحلاوه دي يا عم عمرو؟ ثلاثه مره واحده. مستعجل على موتك؟ تيتك تيتك
يا رب احسن ختامنا يا رب. تستفرغ عليا وانا امك بتقشط. هنا ايه ده؟ انا طاير في هناك آيتي بيت رجلي يا ناوي. ايه الحمد لله ما عقبل ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا متعلق. هموتني صح. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ارمح ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله. تعالينا كده وبكده نخلص الحلقه الثانيه. منتظرون ان شاء الله في الحلقه الثالثه. وما تنسوش لايك وكومنت ورايكم في الحلقه. واللي عنده اي استفسار اي معلومه اي حاجه فاتنا بقى في القناه يحطها في الكومنت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.